أشاد وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة بحجم المشاركة الإيجابية والوعي السياسي لدى المواطنين بكافة محافظات الجمهورية، بما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة. جاء ذلك خلال متابعة الوزير لسير العملية الانتخابية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية. نتابع. نتابع معكم من داخل مقر غرفة المتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من مقر وزارة التنمية المحلية لمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وللمزيد من المتابعة حول متابعة اليوم الأول للانتخابات، يسعدنا أن ينضم إلينا السيد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية. مع الوزير، اهلا بك، بنرحب بحضرتك على التلفزيون المصري. اهلا يا فندم بحضرتك. ماذا عن اليوم الاول وعن الاجراءات ومتابعتكم والجهود التي سبقت هذه الانتخابات؟ خلينا اقول لك بس الاول ان غرفه السيطره دي هي يعني حاجه حديثه اتعملت لوزاره التنميه المحليه بالتنسيق مع القوات المسلحه، وعايز اقول ان هي اصلا فيها امكانيات مخليانا على اتصال مباشر بكل محافظات مصر، وعلى اتصال مباشر برئاسة الوزراء. عايز اقول ان الغرفة دي غرفة فرعية للغرفة الرئيسية اللي بتديرنا كلنا من رئاسة الوزراء، ولكن هنا الحمد لله احنا على اتصال مباشر بكل المحافظات. خليني اقول ان منظومة السيطرة هي منظومة اتفتحت قريب، كان فتحها السيد الرئيس، ودي منظومة المقصود منها السيطرة على ادارة اي ازمة، ويمكن ده سبب النهاردة ان احنا قادرين نشوف مصر كلها من خلال الغرفة دي. عايز اقول ان السادة المحافظين قاموا بتجهيز كل اللجان، التجهيزات اللوجستية، عايز اقول وفرنا او اشتغلنا على ان احنا نوفر للمواطنين كل السبل علشان يستطيعوا ان هم يوصلوا للجان في راحة ويسر، يستطيعوا يؤدوا العملية الانتخابية برضو براحة ويسر، موفرين كل الدرجات السلامة والصحة مع وزارة الصحة بالتنسيق مع حضراتهم، موفرين عربات اسعاف، موفرين اطقم في المستشفيات، موفرين عناصر طبية في كل حتة. عايز اقول مع وزارة التعليم تعاون كبير بتجهيز اللجان وتظبيطها. عايز اقول ان احنا عاملين تركيات عشان المطر، وحاطين عربيات عشان توصل ذوي الهمم مع وزارة الصحة لأماكنهم داخل اللجان. عايز اقول ان احنا موفرين ماكينات انارة احتياطي، عندنا تجهيزات عالية جدا داخل اللجان عشان نحقق طبعا جو عام للموظفين الشغالين والقضاة في تنفيذ مهمتهم، وبرضو جو عام متميز للسادة المواطنين للإدلاء بأصواتهم. الفترة دي خدت مننا فترة كبيرة للتجهيز والإعداد، وكانوا كلها طبعا تحت إشراف دولة رئيس الوزراء. عايز أقول إن اليوم بدأت الانتخابات بصورة مرضية، وكلنا شايفين يسر وسهولة وصول الناس للجان من خلال طبعا خطوط المواصلات اللي احنا موفرينها في كل المحافظات. عايز أقول إن العملية وشايفين كلكم الإقبال اللي موجود من الشعب المصري، وده يعكس مدى وعي المواطن المصري وحرصه على مقدرات بلده وحرصه على ان هو يحقق مصالح بلده العليا من خلال ان هو بيدلي بصوته ويختار ان المرشح اللي هو شايف ان هو الاكثر جدية في ادائه وفي المهام اللي بيأديها للبلاد. عايز اقول ان المواطن اصبح الان عنده الوعي الكامل عشان يقول صوته ويختار، وعنده الحرية الكاملة لده برضه، وكلنا شايفين النهاردة الشكل العام لشعب مصر وهو بيتوافد بحشود على اللجان. ده ما بيعكس غير يعني شعب واعي واصيل وحريص على بلده، حريص على مستقبل بلده، وان شاء الله العملية الانتخابية تتم على خير. عايز اقول ان احنا على تواصل كامل مع المواطنين وعاملين خط ساخن. الخط الساخن طبعا من خلاله استقبلنا بعض شكاوى بسيطه، بعض المواطنين مش عارفين يوصلوا لجانهم، ولكن في النهايه المواطنين احنا بنوجههم من هنا وبنبعت لهم كمان اللوكيشن بتاع اللجنه بتاعته. عايز اقول ان كل اللجان اللي موجوده في المحافظات حاطين قدامها ناس بترشد برضو المواطنين يوصلوا ازاي لجنتهم، ويدي له اللوكيشن بتاع اللجنه او يقول انت داخل اللجنه دي. لكن في النهايه اعمال كتير بتتم خارج اسوار اللجان، زي الاعمال اللي بتتم داخل اسوار اللجان، والقضاء بالكامل انتظموا في وجودهم داخل اللجان في توقيتاتهم، واللجان فتحت في توقيتاتها. كان من ساعة عندنا فترة الراحة. عايز اقول ان غرفة العمليات دي على تواصل كامل، وبتؤدي طبعا السادة الزملاء اللي موجودين فيها كل مهمها المنوطة، ومترابطين تماما مع دولة رئيس الوزراء، وكل اللي موجود بيحصل على الارض موجود في ده بندي تمام لرئاسة الوزراء بيه. العملية بتسير يعني زي ما حضراتكم شايفين بتنظيم كامل للدولة.
وموجوده طبعا لراحه المواطن. والمواطن طبعا الحمد لله النهارده ما اعتقدش ان في حد مش موجود، ولكن بنناشد برضو المواطنين ان بكره ان شاء الله بنتمنى ان الزخم اللي شفناه النهارده من اقبال المواطنين على اللجان برضو ينعكس ان شاء الله بكره، ونلاقي في اليوم الثاني الانتخابي والثالث الانتخابي ان شاء الله اقبال جماهيري كبير اكتر زي النهارده ما يقلش ان شاء الله. شكرا جزيلا مع الوزير، وشكرا على المجهودات، وفي متابعة معكم على مدار الثلاثة أيام. شكرا يا فندم. شكرا مشاهدينا، كما تابعتم لكلمة معالي وزير التنمية المحلية، جهود كبيرة تقوم بها الوزارة قبيل بدء الانتخابات وحتى نهايتها في الثلاثة أيام، بتضافر كبير مع كافة الجهات المعنية بالانتخابات حتى تظهر بشكل لائق للجمهورية الجديدة.